أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من صالون الصحة والجمال. الحقيقة اللي بيطلع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بيتابع كل يوم أحداث مختلفة، ولكن بالنسبة للكورونا بنلاحظ أن في بيبقى ملحمة وإنجاز، أما بنلاقي هناك حالة ولادة قيصرية في زمن الكورونا، وبنلاقي أن مجموعة أو فريق الأطباء اللي بيشرفوا على هذه الحالة بيحتفوا وبيحتفلوا بهذا الإنجاز الكبير. بنلاقي كمان مجموعة أسئلة بتبقى محتاجة إلى إجابة من الناس اللي مقبلين على الزواج، هل يأجلوا الزواج ولا يقيموا عقد القران في هذه الأوقات. هناك تساؤل آخر بالنسبة للمتزوجين حديثا، ياخدوا قرار بأنهم يعني الإنجاب يكون في هذه الفترة أو في بداية الحمل تكون في هذه الفترة ولا يأجلوا الحمل، وهكذا عدة قرارات، ومن ضمنها كمان السيدة الحامل بتشعر بقلق كبير جدا. فيعني كل هذه التساؤلات محتاجين أسئلة إجابة على هذه الأسئلة وكثير من الأسئلة الأخرى اللي هنتناولها من خلال هذه الحلقة، وهيتم الإجابة عليها من خلال أخصائي النساء والتوليد والعقم وجراحة المناظير دكتور محمد عاطف. بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمل في زمن الكورونا هو موضوع حلقتنا النهاردة. زي ما حضرتك كده اتكلمنا عن بعض التساؤلات والقرارات اللي الناس محتاجة تاخد فيها موقف، من ضمنها المقبلين على الزواج، وفي ناس كتيرة جدا يعني مصيرهم متوقف على يعني الإجابة على هذا التساؤل، بالإضافة إلى كمان اللي لسه متزوجين حديثا واللي في فترة الحمل. نبدأ بالسؤال الأولين، نعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول نعرف هو إيه كورونا، يعني الناس اللي تبقى فاهمة إيه هي كورونا. إحنا احترنا معاه بصراحة. لا، ما هو ما حدش احتر معاه كم شهر، يعني كل يوم يعني بيبقى له تعريف مختلف. لا، هو زائر قديم، هو زائر قديم، زائر قديم. والمعلومة اللي أنا هقولها الوقت دي مهمة، لسبب إن ده هيجاوب على السؤال اللي حضرتك بتسأله. تمام. لأن السؤال إحنا نعمل إيه، نعمل إيه لما يكون عندنا مثلا فترة حرب فنأجل عشان أسباب معينة لأنها فترة هتنتهي. تمام كده. إنما نعمل إيه في حاجة هو زائر قديم وزائر غتت وهيفضل قاعد مش هيمشي؟ يبقى نعمل إيه بقى؟ دي الإجابة ساعتها. هو الكورونا أسرة كبيرة. الكورونا من 1966، بدأت 1966، يعني بقاله سنين. الكورونا نوعين، حاجة اسمها ألفا وبيتا. ألفا دي اللي هي بتجيلنا في البرد العادي، معظم الناس بيجيلها فترة الشتاء. بيتا دي اللي هي ظهرت حديثا مؤخرا في آخر 10-20 سنة فاتوا، من أول 2001، ودي اللي عملت شوية كوارث. دي اللي بيسموها الإبيديميك، اللي هي الحاجات اللي بدأت تنتشر تعمل وباء، زي الكوليرا، زي الإيبولا، زي الإنفلونزا الموسمية، اللي هي الأوبئة المنتشرة عالميا. فمن أول 2001 لغاية 2019 ظهرت النوع الجديد اللي هو اسمه بيتا. بيتا ده ظهر منه ثلاث أنواع، الجديد بتاعهم اللي هو احنا في 2019 فيه، اللي هو سميناه المستجد. ليه مستجد؟ لان هو سارس، واكيد طبعا حضرتك سمعت عن السارس. السارس والسارس كان حرب، تعتبر نقدر نقول انها حرب بيولوجيه يعني ممنهجه. فهو سارس كوف 2، اسمه سارس كوف 2، كوف يعني كورونا فيروس. فهو سارس نوع جديد منه، ده تطور جديد منه، من نفس العائله. من نفس العائله. العائله بدات بحاجه اسمها ميرس، وميرس ده الغريب ان هو ميرس ده الفيروس بيسمى بالظروف المحيطه بيه. يعني الفا دي فيها مثلا شويه اسماء كده، فيها انواع، فيها اربع انواع، منهم حاجه اسمها ان ال. ان ال دي اللي هي نيزرلاند، هولندا. بالظبط كده، مرتبط لانه ظهر فيها. حاجه اسمها اتش كي يو، هونج كونج يونيفرسيتي، هي اللي اكتشفته فسموه باسمه. ميرس ده مسمينه حاجه اسمها ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم، اللي هو متلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط، لأنه ظهر فين؟ في السعودية. ظهر في السعودية. ظهر في السعودية، مرتبط بالجمال أو أيوة بالضبط كده. فهو ظهر في السعودية. السارس ده ليه علاقة بقى بسارس 1 كوف 1 وسارس كوف 2. كوف 2 ده اللي هو المستجد الجديد. كل الأنواع اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عليها دي عملت كوارث وبتعمل عدوى،
وعدوى منتشرة وبتنتشر بين الناس، لأن كل أنواع الكورونا كلها ليها علاقة بالجهاز التنفسي. فإحنا الجهاز التنفسي طبعا بعيدا عن الإنفلونزا، خد بال حضرتك ده حاجة غير الإنفلونزا، غير H1N1، غير إنفلونزا الطيور والخنازير. يعني ده نوع إنفلونزا، والإنفلونزا نوع تاني. نوع تاني. بس كلهم بيتشابهوا في إيه؟ في الأعراض، كلها أعراض بتبقى متشابهة في الآخر. مشكلة الكورونا فيروس الجديد اللي هو 19، مسمينه كوفيد 19 ليه؟ عشان في سنة 2019 في أواخر ما هو بداية ظهوره، كانت في أيوة بالظبط في شهر 10 في شهر 11 دي بداية ظهوره يعني فعليا، وممكن كمان في شهر 9. يعني بقاله سنة داخل على سنة طبعا موجود، فعليا داخل على سنة موجود، دي حقيقة وده واقع. بس هي فكرة الانتشار والظهور هو دايما كده، الحاجة ما بتظهرش قوي غير لما تبدأ تنتشر جامد. احنا كده هنتلخبط فعلا. يعني هو هو اسمه كوفيد 19، كوفيد 19 ده على اساس اكتشفه في 19 في 19. ما هو انا قلت فهمت حضرتك، وهان دي الولاية اللي اكتشف فيها في الصين، اللي ظهر فيها في الصين. ده بقى الفرق التوقيت بالظبط كده. ايوه الزمن ده هو زي ما فهمت حضرتك كده، ان العائلات بتاعه الفيروس بتسمى بفتره ظهورها في مكانها او بفتره ظهورها في السنه بتاعتها. فهو ليه ما غيروش اسمه او ليه ملوش اسم جديد؟ لان هو يعتبر اسمه ساب تايب. يعني ساب تايب يعني ايه؟ نوع مستحدث من النوع الاساسي اللي هو سارس كوف 1، اللي هو السارس بتاع 2004 و2005. متطور يعني، متطور منه. ايوه متطور منه في طيب. في معلومات جينيه بالظبط كده، او مش معلومات جينيه جديده، تركيبه على الار ان اي بتاعه جديده، اضافه جديده. تمام. بعيدا عن الموضوع السياسي، بعيدا عن الموضوع البيولوجي، انه حرب بيولوجيه او بعيدا بيولوجي. عن المؤامره، بعيدا عن المؤامره ونظريه المؤامره والتصديق بعيدا عن الكلام ده كله، في المعلومات اللي احنا خلينا في المعلومات خلينا في المعلومات الطبيه بالظبط كده. ده يعني ايه في الاخر؟ ان الراجل ده بيتكلم في ان هو موجود من 66 لغايه 2020، وده طبعا يبين مدى ضعفنا كبشر قدام حاجه لا ترى بالعين المجرده، واحنا عاملين نتباهى ان احنا في العلم وصلنا لاخر العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا طبعا. رسالة طبعًا. ربانية يعني رسم، تعتبر آية من آيات الله، وهتفضل تجري فيه طول عمرك، وهتفضل تجري فيه طول عمرك بالرغم من التطور الرهيب، التطور الرهيب في البحث طبعًا. العلمي احنا حقيقة احنا مش متطورين قوي في القصة دي، احنا التطور بيتجه أكتر للحاجة اللي ليها علاقة بالضرر أكتر من الفايدة. فعشان كده تلاقي ان التطور التكنولوجي مهم جدا دلوقتي، وهو ده اللي واخد طفرة بقاله 10-15 سنة، حاجة بقت واو. كل حاجة دلوقتي بقت متيسرة بالتكنولوجيا. التطور الأسلحة والحروب ومجال الحروب، فعلا دلوقتي في العالم الرقمي، التحول الرقمي أصبح بالزبط. يعني في كل حياتنا حاجة حضرتك المعاصرة. يعني أنا أفتكر أن احنا في أواخر التسعينات أو نص التسعينات كده، كنت بقرأ في جورنال الأهرام تقريبا أو الأخبار خبر كده تحت على في الصفحة تحت صورة لحاجة هتبقى جهاز تقدر تمسكه وتكلم بيه واحد ويرد عليك من غير سلك، وممكن تكلمه فيديو. انا الحقيقة ساعتها كنت مبهور. ده كان اعجاز يعني، مبهور. ده يعني حد بيهرج. ايوه يعني دي وجهة نظري جوايا، واحد من قلت ايه حاجه اسمها كده قبل اختراع التليفون ده. لو قلت الواحد انت من على مسافه او على بعد ممكن تضرب على زراير تجيب الصوت عليك وتكلمه، والنكته يقول لك يرد عليك في اي مكان. اكيد هيرد عليك في اي مكان، لان هو من غير سلك. ده حتى انت لو متواجد في نفس المكان مع حد مديله ميعاد، ممكن تقعد تدور عليه ما انت شايفه، انما تمسك الجهاز تضرب على الارقام يختاره لك وينقه لك من بين ملايين بالزبط. وتكلمه. فاحنا دلوقتي وتشوفه كمان التكنولوجيا وصلنا لمرحله متطوره جدا، انما احنا ما اهتماش قوي 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 بصحه الناس، بصحه العمل البشر. يعني المجال البحث العلمي الطبي هو ده اللي كورونا كشفه شويه على مستوى العالم. برافو. الحقيقه برافو يعني بالرغم من التطور الصحي على مستوى العالم، الا ان انا لقينا دول متقدمه فضحت، يعني بتعمل ظهرت معسكرات او لا يعني، والارقام بتنتشر فيها اكتر من عندك ومن عند غيرك. طبعا احنا شفنا ده. احنا فعليا دلوقتي بقينا مقتنعين، بعد ما كنا في عندنا في دماغنا خلفيه ان الناس اللي بره دي احنا بني ادمين وهم بني ادمين، هم بشر تانية، هم مثقفين ومتعلمين وعندهم تطور وعندهم تقدم بالورقة والقلم بالظبط كده. حضرتك الكورونا فعلا جت فضحت كل على حتى مستوى السلوكيات، واحنا شايفين ده في بعض الدول العالم في وقت الأزمات. ليا صديق دفعتي قاعد في أمريكا، لما كنت بكلمه في الفترة بتاعت اللي هي البيك، اللي هي الفترة اللي لسه لغاية دلوقتي فيها أمريكا إن البيك بتاعها بدأ خالص والأرقام بتاعها جامد في الكورونا في انتشارها، فقال لي جملة غريبة جدا.
قال لي انا قاعد في الشقه بتاعتي شايف الجنينه، الجنينه في جنينه كده عندنا بيفسحوا فيها الكلاب، بيقول لي كل يعني معظم الامريكان قاعدين تحت بيفسحوا كلابهم عادي خالص، لا ماسك ما فيش اجراءات ولا اجراءات. وده حضرتك احنا شايفينه حتى في التقارير الاخباريه الخاصه بالاحداث الاخيره في امريكا وبعض الدول، يعني بنلاقي كتير من الناس مش ملتزمه بالاجراءات الاحترازيه وما بترتجيش من الماسك. غيرنا خالص غيرنا خالص، غيرنا احنا دلوقتي يعني بالرغم ان احنا بنقول ان احنا بنعاني وبنقول ان احنا دول من العالم الثالث ودول ناميه، لا لا بس احنا فعليا بيعتبر وصمه بالنسبه لنا، ولكن احنا بننزل الشارع دلوقتي حتى لو جزء منهم مظهري، ولكن الناس ملتزمه لحد كبير. وشغلك حضرتك جايب ماسك، انا جايب ماسك، الناس كلها قاعده ماسكه ماشيه ماسكات، فاحنا برضو لا احنا الدنيا يعني بفضل الله مصر يعني او الشعب المصري عنده وعي ممتاز كويس فعليا، الدنيا بره اتكشفت. نرجع لموضوع كورونا تاني، الكورونا قاعد معانا شويه فتره كبيره، قاعد معانا ومكمل مكمل ككورونا، وحك ده جزء فيه ايجابي مطمئن، وفي نفس الوقت هو بالعكس هو ايجابي جدا، يعني ممكن الناس تخاف يعني تقلق من كلام حضرتك، يعني بنلاقي بعض يعني المسؤولين ادلوا بتصريحات فيها تضارب الحقيقه ما بين منظمه الصحه العالميه او مسؤولين على المستوى الوطني، ان الفيروس ابتدى في الضعف وابتدى يعني في التلاشي وانه على منتصف يعني انه يعني ابتدى في الضعف بس ما هي دي النقطة. ليه بنقول انه قاعد معانا وهيفضل قاعد معانا؟ زيه زي الانفلونزا الموسمية اللي بتيجي كل سنة. زيه زي أي دور برد شديد بيجيها كل سنة. طب ناخد اتصال من مدام أسماء ونرجع تاني نستأنف الحديث حول الكورونا. مدام أسماء، أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الدكتور، أنا حامل بداية الشهر السابع، في 10 أيام في السابع. وعايزه اسال الدكتور بتاع النساء كتب لي على حقن يعني اكتمال الرئه، فانا مش عارفه اخدها ولا ما اخدهاش. بكريه ولا والده قبل كده يا مدام اسماء؟ نعم. بكريه ولا والده قبل كده؟ لا انا معايا 3 اولاد. تولدي طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي. طيب تمام مدام اسماء، حاضر هرد على سؤالك. عندك حاجه ثانيه عايز تسال عليها؟ لا شكرا. ماشي سلام. يعني نجاوب على مدام أسماء في بداية الشهر السابع، فبرضو وإحنا بنرد عليها نقول كيف تقي الأم الحامل نفسها والجنين من يعني آثار فيروس كورونا. تمام. هو الأول حتى الآن عن تجربة شخصية وعن كلام يعني علمي طبي منتشر، إن فعليا الحوامل حتى الآن لم يحدث لهم إصابة نتج عنها الوفاة. احنا بنتكلم في الاخر في ايه؟ ان وارد يكون كلنا جالنا كورونا، كلنا واحنا مش عارفين، ده حقيقي تمام، وعدى علينا زي ما بيقولوا كده، وانت مش اعراضه مختلفه من شخص لاخر، وقوه العرض مختلفه من شخص لاخر بالظبط كده، واعتقد الفيصل فيها هو مناعه الداخليه الانسان. ايوه بالظبط ده الفيصل، فوارد يكون عدى عليك وانت مش واخد بالك. طب تمام، في الاخر انت الاحصائيات اللي بتشوفها في الاخر عن طريق الصحف العالميه او منظمه الصحه العالميه او وزاره الصحه المصريه، الاحصائيات دي بتعد فعليا اللي راح اشتكى في مستشفى انه عنده مشكله، عنده عرض شديد، او لا قدر الله توفى بسبب الكورونا، يبقى فعليا دي الاحصائيات. وحضرتك اي ورقه علميه طبيه بتطلع بتتكلم فعليا على اللي راح اتطبق عليه الاعراض وصلت بيه لمرحله انه راح اشتكى، يعني ده لا يعني ان الارقام اللي موجوده دي صح، ده الحقيقه يعني ده لازم نبقى متفقين كلنا كده. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اشار لهذه النقطه في عرض ده لازم لتقرير علمي بيعتمد على نماذج خاصه بالتحليل المنطقي ونظريات خاصه اسمها التحليل الاسي اللي هو بيتعامل مع علوم البيانات. تمام. هناخد اتصال من سماح ونستكمل الاجابه نرد كمان على سماح اسماء ان شاء الله باذن الله. استاذه اسماء سماح. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. ايوه حضرتك، بس انا كنت عايزه اسال على حاجه كده. اتفضلي معاكي الدكتور محمد عاطف. عندي بطني بتنفخ كبيره، بتبقى كبيره قوي وفي نفس الوقت يعني ايه توجعني، بس مش عارفه من عملت لها اشعه قالوا لي مفيش حاجه. مدام سماح حضرتك حامل؟ لا انا كنت والده قيصري 3 مرات، بس يعني فيا بطن متضايقه منها خالص، نفسي ان هي تخس خالص. تمام. طيب هي بطنك الكبيره بتكبر على طول اليوم، ولا هي على طول كبيره، ولا بتكبر وتفش ترجع تاني طبيعيه؟ لا هي وقت تبقى تفخه كده وتوجعني، وقت تبقى عاديه، وبالذات لما اكون باكل يعني اكل يكون فيه توم ولا حاجه بينفخ بطني.
ماشي يا مدام سماح، هرد عليك. حاضر، شكرا على اتصالك وتابعي معانا من خلال الشاشة. نرجع تاني للدكتور محمد ونستكمل حوار، نرجع نرد على مدام اسماء. مدام اسماء الاول الشهر السابع. الشهر السابع ونشوف يعني ازاي تقي نفسها والجنين باذن الله. هو اهم حاجه لازم نبقى فاهمين نقطه مهمه جدا، يا ريت نغير الفكر ده عند الناس، ويا ريت الموضوع ده يبدا ينتشر، ان احنا عندنا ما فيش حاجه اسمها حقن رئه اصلا. الحقن اللي بتتاخد اللي احنا بنديها اللي هي بتحفز الخلايا الداخليه للرئه انها تبدا تبدل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون ببعض، كويس كده. طيب ربنا خلق حاجه ماده كده، الماده دي ربنا خلقها جوه الرئه، جوه الحويصلات الهوائيه اللي جوه الرئه، اسمها سيرفاكتنت. الماده دي هي المسؤوله عن اتزان الحويصله الهوائيه انها تبدل الاكسجين ثاني اكسيد الكربون باكسجين وتخرج لك اكسجين طبيعي. في الدوره الدمويه الصغرى، اللي هي في الدوره الدمويه الصغرى اللي جوه الرئه، تمام كده. طيب الماده دي الكميه الافرازيه بتاعتها ربنا خلقها روتيني طبيعي جدا، بتبدا تزيد من اول الاسبوع ال 34 لغايه الاسبوع ال 40، وتوصل للبيك بتاعها اللي هو مدى ارتفاعها جامد قوي بدايه من الاسبوع ال 37. الماده دي بتبدا تغير طبيعه الرئه جوه الرحم بتاعه الجنين. يعني الكلام ده بالنسبه للجنين، مش بالنسبه للجنين للأم. لا احنا بنتكلم وبالنسبه للبشر، وبالنسبه للبشر العاديين، ما هو الجنين ده في الاخر انسان. بس جوه البطن بيبقى مختلف عننا، طبيعتنا كبشر ان احنا بنتنفس هواء، هو جوه البطن حواليه ميه بيشربها ويتبولها في البول، بيخرجها في البول جوه البطن، فمفيش هواء. بدايه اكتمال الرئه او تنشيط الرئه زياده عن اللزوم او مش زياده عن اللزوم، اللي هو بدايه الاكتمال، ان هي خلاص المرحله دلوقتي ان الرئه تبدا تقدر تقوم بوظيفتها، ده نبدا نتكلم فيه بدايه من يوم من اول 37 اسبوع. ده كلام اللي هو 37 اسبوع ده اللي هو الحتمي، يعني 36 اسبوع ممكن يبقى كويس جدا، 36 اسبوع ده اللي هو اول التاسع، 37 اسبوع ده اللي هو انت في الامان خلاص. البيبي لو نزل دلوقتي والام ولدته خلاص، هو دلوقتي تقدر الرئه تقوم بالوظيفه المطلوبه منها. طيب الماده اللي احنا بنتكلم عليها اللي اسمها السيرفاكتنت دي هي المسؤوله عن تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، فلازم تبقى موجوده بكميه كويسه تقدر تقوم بوظيفه الرئه. الماده دي ربنا خالقها ليها محفز، المحفز ده اللي هو الكورتيزون، كويس كده. ربنا خالق طبيعي ان ماده الكورتيزون تبدا تزيد في الاواخر زي ما قلنا كده من اول 34 اسبوع، ويوصل العلو بتاعها خالص من 36 ل 37 اسبوع. طيب في الكتب القديمه زمان كان مكتوب ان احنا ندي على 28 اسبوع كورتيزون اللي هي حقن الرئه اللي المدام اسماء كانت بتسال عليها. لازم يعني حقن الرئه دي اللي هي الكورتيزون. ايوه تمام كده. بعد حضرتك مش الغده اللي فوق الكظريه اللي هي فوق الكلى هي بتفرزها؟ دي المسؤوله عنها. دي المسؤوله عنها. بس في الدم كمان بتاع الام بيبدا يزيد الماده دي فعليا عشان تبدا تغذي الجنين بيها اكتر، كويس كده. فانت بتديها كمان كعامل اضافي محفز زي التطعيم يعني. يعني لو رجعنا للكورونا وان شاء الله ربنا يكرم ويكتشف مصل، في كلام ان في مصل قريب ان شاء الله، فهيبقى زي التطعيم محفز. هو ايه؟ هو ماده مصغره من المشكله اللي عندك. هو التطعيم دي فكرته ماده مصغره من المرض عشان جسمك يبدا يفرز شبهه، او بيكون اللي هو الاجسام المضاده شبهها. يعني انت بتديله المرض على صوره ان هو شبه مرض، يتعرف عليه خد اتعرف على ده كده عشان لما يجي لك اصحابه الكبار يبقى انت فاهم بتعمل معاهم ايه. تمام كده. نفس الكلام بالظبط بالنسبه للرئه والكورتيزون، انت حضرتك بتدي الجرعه اللي هي الجسم بيفرزها طبيعي بس بتدي حاجه اضافيه شويه. طيب خلينا علميين بقى، ربنا خالق الموضوع ده بيحصل روتين، كويس كده. فاحنا الاضافه اللي بنضيفها ليها كبشر دي مجرد إضافة، بمعنى أدق إن ستات كتير جدا جدا بتسمعني دلوقتي ما خدتش حقن رئة أصلا وولدت عادي وما حصل لهمش مشكلة، لأن هي طبيعة هتولد عادي مش هيحصل لها مشكلة، لأن هي النقطة اللي أنا لأن في غدة بتفرز طبيعي، لأن هي دي النقطة اللي أنا بشرحها. إن حقن الرئة هي عامل مساعد زي حمض الفوليك في أول 3 شهور، هو عامل مساعد عشان يساعد الجزء اللي له علاقة بالأعصاب والنمو إن هو ينمو طبيعي. هل يعني حضرتك إن الناس اللي كانوا من 100 سنة ما كانش عندهم حمض الفوليك كان عندهم مشكلة في التشوهات العصبية ولا أي حاجة؟ هي إضافة للجسم الطبيعي بتاع ربنا، مكمل بالظبط كده، مكمل ومحفز. فدي بالنسبة لمدام أسماء، فكون إنها خيتها في السابع في الثامن في التاسع، كل دكتور وليه بروتوكول وكل واحد وليه فكر، وفي الآخر والأول لازم نتفق إن إحنا قبل 37 أسبوع معرضين إن البيبي يخش
حضن. واحنا بنقول كمان تحت اشراف طبيب، ليه؟ لان فعلا كل حاله بيبقى عندها ظروف بتستدعي التدخل المناسب، والطبيب اللي بيتابع الحاله هو ادرى واحد بظروف الحاله. بالظبط كده، لان بيبقى فيه معلومات مختلفه. وارد تكون مدام اسماء مثلا يكون عندها مشاكل طلق مبكر وهو خايف انها تخش في ولاده الفتره دي، فيديها حتى حاجه مجرد عامل مساعد. ده لا يغني برضو انها ممكن في الاخر البيبي يحتاج حضان. عشان كده القرار الطبي بيتوقف على التشخيص على كل التشخيص والتحليل. ما يبقاش الموضوع كوبي بيست اللي هو طبع، لا ما ينفعش بقالب واحد. ما ايوه بالظبط، الطب ما فيهوش الكلام ده خالص. هو قال بشر جسم والا واحد. ما كانش يبقى ما في في داعي لطبيب كمان يعني. أيوة ما بالزبط. كانت المعلومات أيوة. كلها تتحط على والناس جهاز تمشي بيه. واللي عنده العرض الفلاني ياخد العلاج الفلاني ويخلص، جهاز يشخص الناس. خلاص مظبوط. بالنسبه لمدام سماح، هي مشكلتها قولون تعرض نفسها على دكتور جهاز هضمي. الموضوع ملوش علاقه بينا نساء يعني. لان كون ان بطنها بتكبر وتصغر دي معناها ان القولون بيتنفخ. حتى هي قالت ساعه الاكل سواء قولون عصبي او عسر هضم او مشكله امساك مزمن او اسهال مزمن ايا كان، تعرض نفسها على دكتور جهاز هضمي هو ان شاء الله. بس هي رابطه شويه يعني، لو انا مكان مدام سماح بالنساء والولاده بالعمليه من ساعه ما عملت القيصري. لو هي والده قيصري لان عضلات البطن بتضعف جدا مع الولاده القيصريه، وبيبقى دايما في جزء اللي هو تحت السره ده بيبقى جزء مترهل شويه، وده بيحصل مع الولاده القيصري. طب نرجع لمدام اسماء ونقول يعني اللي في نفس ظروف مدام اسماء وفي فتره الحمل ازاي تقي بقى نفسها والجنين من تمام. التعرض للاصابه. تمام، احنا بدانا كلامنا الاول قلنا ان احنا فعليا لغايه دلوقتي ما اثبتش ان في حاله جالها كورونا وماتت وهي حامل. تمام، بس وارد ان ده يحصل بعد الولاده. بعد الولاده. طيب هو في نظريه طبيه كده بس لسه حتى الان ما حدش لسه اتكلم فيها قوي، ان فتره الحمل في تغيرات فسيولوجيه ربنا بيعملها لوحده اوتوماتيك بتحصل، ان معدل الدم جوه الجسم السائل اللي جنب اللي هو بيشيل الكرات الدم الحمراء والبيضة اللي هو بيخفف الدم او بيخليه مركز، السائل ده بيزيد. ليه؟ عشان في بني ادم بيكبر جوه هو محتاج سائل اضافي. هو السائل ده غير البلازما؟ هو ما هو ايوه احنا بنتكلم في البلازما بس الناس مش تفهم يعني ايه بلازما بس كده. تمام، فالسائل ده بيزيد. وليه؟ عشان يعمل ايه؟ عشان يحمل الدم بكميه اكبر للبيبي اللي بيكبر جوه، لان في واحد دلوقتي بيشاطر الحياه مع الـ مع الـ مع الام. معدل سريان الدم الجامد ده وارد يكون في يوم من الايام ليه سبب طبي وعلمي، ان يعني ده اللي بيخلي الحوامل في فتره الحمل لما يجي لهم كورونا ما يحصل لهمش وفاه، ما تسببش مرحله الوفاه، ما توصلش للمرحله اللي هي الاند ستيج اللي هي المرحله النهائيه. وارد يكون ده علميا سبب، ويمكن ده في الفتره اللي جايه حد يكتشفه يعني، الله اعلم. بس فعليا حتى الان من سنه من شهر 10 اللي فات لغايه دلوقتي ما فيش حاله اثبتت ان هي ماتت وهي فيها كورونا. وارد بعد الولاده. طيب ليه بعد الولاده بقى؟ لان خد بال حضرتك برضو معلومه مهمه جدا، بعد الولاده دي احنا بنتكلم في الفتره ان هي كان عندها كورونا في الفتره الاخيره، مش تعافت منها، ودي مرحله مهمه، انها جات لها في الشهر التاسع مثلا فولدت، فلما ولدت لسه الاعراض موجوده بدات تتعامل على انها بشر عاديه. مشكله الست في فتره الحمل ان المناعه عندها بتبقى ضعيفه جدا. عشان كده وهو ده اللي بيقلق، وبنقول وده كان احد الاسئله اللي احنا طرحناهم في البدايه، ان السيده اللي في فتره الحمل بتعاني من قلق رهيب جدا، لان معظم الناس اللي بتدي تصريحات بتقول الامراض ذوي الامراض المزمنه كبار السن الحامل. بالظبط. الحامل بقى مش عشان النهايه هتبقى كاتاستروفيك، النهايه هتبقى مزريه وانها هتموت في فتره الحمل، لا، عشان هي ورد يجي لها وتعدي اللي حواليها، تبقى مصدر عدوى للانسان الناس اللي حواليها سواء اولادها او جوزها. تبقى عائل. تبقى عائل بالظبط كده، لان هي ممكن الاعراض ما تظهرش قوي او ممكن الاعراض تظهر وتختفي. تمام. طيب في فتره الحمل مشكلتنا كلها في المناعه، المناعه بتبقى ضعيفه، ولذلك في فتره الحمل الست ممكن يجي لها دور برد 4-5 ايام، مع الحمل ممكن يقعد له 10-15 يوم. في فترة الحمل السيدات اللي عندهم مشكلة يعني شبه عندهم ظهور لحساسية الصدر، بمجرد ما يجي لها دور برد ممكن يفضل معاها ملازمها شهر ويقعد معاها حساسية صدر لغاية لما تولد. بالنسبة للكورونا احنا هنتعامل زينا زي غيرنا، هتتعامل زيها زي اي انسان، هتزود مناعتها. زيادة المناعة في فترة الحمل هي زيادة المناعة لاي انسان طبيعي، لبشر طبيعي. هنهتم بالحاجات اللي ليها علاقة بالزنك والحاجات اللي ليها علاقة بفيتامين سي، الحاجات اللي بتزود المناعه، الحاجات اللي ليها علاقه بفيتامين سي معروفه.
احنا عايزين نقف عند الموضوع ده يا دكتور، لان يعني عايزين نشوف الجدل اللي فيه المرتبط بتناول الفيتامينز واضرارها. احنا مش هناخد ادويه، احنا ناكل ونشرب. ناكل الفيتامينز الطبيعي. شوف حضرتك، اصل هناخد ادويه دي احنا قلنا اهو تضيف غطت قاعد معانا كتير، فهناخد ادويه طول عمرنا يعني؟ احنا لسه عايزين نتكلم عن ضيف الغد ده اللي قاعد معانا كتير ده، لسه ما خلصناش الحكايه فيه يعني بالظبط. فلا فاحنا مش احنا هناكل ونشرب، هناكل ونشرب بطريقه صحيه. يعني اولا بالنسبه للسيده الحامل، المفروض ان هي في اليوم تشرب 2 لتر ميه. طيب 2 لتر ميه دول هيفيدوا بايه؟ هيفيدوا الجنين ان هو حركته هتبقى طبيعيه وسليمه، لان 2 لتر ميه بالظبط كانهم بيعملوا سيوله في الدم. هيفيدوا بان الجنين وزنه يزيد بصفه منتظمه. كويس كده؟ طيب شرب الميه شرب صحي، لان هو بيحرك المعده بيخليها تشتغل كويس، وفي نفس الوقت اي ميكروب او اي حاجه بدل ما انت قاعد الدنيا فاضيه، لا الدنيا شغاله بالميه، فالمعده والقولون والجهاز الهضمي شغال. تمام؟ فيتامين سي زي ما قلنا كده، الليمون والبرتقان واليوسفي، الحاجات اللي فيها فيتامين سي، المشروبات سواء هناكل او هنشربها عصير او شرب يعني. الحاجات اللي فيها الزنك، خد بال حضرتك الحاجات دي المسؤوله عن المناعه في الجسم. هو ليه الناس مركزه في الزنك؟ في حاجات كتير مسؤوله عن المناعه في الجسم. يعني معدلات الهيموجلوبين في الدم او الحديد في الدم دي مهمه جدا بالنسبه لواحد ان هو يبقى ما عندوش استعداد ان هو يحصل له عدوى. يعني دايما في مقوله في الطب كده، انيميا فيفور انفكشن. يعني ايه؟ يعني اللي عنده انيميا بيبقى عنده استعداد ان يجي له عدوى، واللي يجي له ودايره مقفوله، واللي يجي له عدوى سواء ان كانت العدوى بكتيريه فيروسيه فطريه، واللي يجي له عدوى الانيميا ممكن تقل بسبب العدوى. ازاي نقوي مناعتنا؟ يعني روشته مهمه من الدكتور محمد عاطف، نستكملها بعد اتصال من منى من جنوب سيناء. سامعاني يا منى؟ ايوه. الو ايوه منى معاكي. ايوه اتفضلي، معاكي دكتور محمد عاطف. ايوه دكتور اتفضلي قولي سؤالك. انا كنت حامل بس يعني كنت حامل قبل كده وولدت قيصريه بسبب ان الميه نشفت، يعني مفيش اي سبب عندي غير ان الميه نشفت بس. وكانت جايلي قبلها. الو سامعك يا منى، قولي لي يا منى، هي الميه نزلت عليكي في الشهر الكام؟ يعني من اول التاسع. من اول التاسع. كان في فتره قبلها كبيره بيجيلك وجع زي وجع الدوره؟ لا ما كانش بيجيلي وجع خالص. المايه نزلت مره واحده؟ لا نزلتش مني مره واحده، نزلت مني على فترات من غير ما احس بيها اصلا، يعني نقط بسيطه ما حسيتش بيها خالص. طيب تمام. كان في التهابات او افرازات كتيره بتنزل منك الفتره اللي قبلها؟ لا بس انا كنت بتعالج، من جالي مرض حساسيه وانا حامل 3 اشهر كنت بتعالج بالكورتيزون. ماشي تمام كويس. طيب وكان في كحه شديده طبعا؟ وكان في كحه، وكان يعني كنت تعبانه جدا. مرض الحساسيه اللي جالي ده مناعي يعني تعبني جدا، كنت بتعالج كورتيزون، باخد كورتيزون 40. تمام 40 ده قصدك قرصين يعني، قرص الصبح وقرص بالليل؟ لا قرصين مع بعض. قرصين مع بعض يعني سوليبريد 20. تمام سوليبريد. طيب كنت عايز اعرف المرض ده هيتكرر معايا في الحمل تاني؟ تمام. هو ظهر عليكي في الشهر الكام؟ ظهر عليا من اول السابع. طيب تمام. طبعا المرض ده ظهر عليكي لوحدك، مفيش حد في البيت سواء جوزك او اولادك ما عندهمش الكلام ده؟ لا مفيش اي حد عنده ولا عريس اي حد. طيب تمام كويس. بالنسبه للبيبي والطفل نفسه بقى، لما اتولد كان عنده مشكله التهاب رئوي ولا حاجه اول لما نزل، او اتحجز في حضانه؟ لا ما اتحجزش في حضانه الحمد لله، بس طيب. كان وزنه ضعيف. تمام. انت والده في اول التاسع ولا في اخره؟ لا في اول التاسع. طيب وزنه ضعيف كام يعني؟ مش فاكره، هو كان من بدري بس يعني انا اول لسه الدكتور قال لي ده ضعيف. طيب تمام. بس هو دلوقتي ماشي كويس واموره كويسه وما عندوش حساسيه مزمنه؟ لا بتجيله حساسيه. عنده بتجيله حساسيه؟ تمام. بيتعب يعني على طول عنده حساسيه. طيب تمام ماشي. طيب هرد على حضرتك. هو انا ممكن يعني بعد يعني ما عنديش يعني مشكله في الحوض، ممكن اقول الطبيعي ولا ايه؟ انت والده قيصري بقالك قد ايه؟ 3 سنين. طيب ودي كانت اول مره قيصريه؟ اول مره. تمام ماشي هرد عليكي. حاضر شكرا لاتصالك يا منى، وتابعي من خلال الشاشه ان شاء الله دكتور محمد هيجاوب على سؤالك. وناخد اتصال من محمد من الاسماعيليه. استاذ محمد. الو. ايوه اهلا بيك، معاك دكتور محمد عاطف. لو سمحت يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور بسال بس على الرجال وكورونا، ممكن معرض بعد كده يجي له ثاني كورونا يتعافى منها يعني؟ اللي اصيب بكورونا وتعافى منها ممكن تجي له الاصابه مره ثانيه ولا لا؟ تمام. ماشي شكرا. ماشي يا استاذ محمد ان شاء الله نجاوب عليك، شكرا لاتصالك. نرجع تاني بقى لكلامنا ونجاوب الاول على منى.
تمام. يعني هي منى جالها حساسيه شديده على صدرها، تمام. الحساسيه الشديده على صدرها مش على كورتيزون. طيب هل الكورتيزون ليه اثار جانبيه في فتره الحمل ان هو يوصل للمرحله اللي هي وصلت فيها وان المايه نشفت؟ عشان نربط الاثنين بس ببعض، لان هو طريقه السؤال بتاعتها غالبا هي عايز تربط الاثنين ببعض. ان هي مشت على كورتيزون شهرين او ثلاثه وهو ده اللي قلل نسبه المايه اللي حوالين البيبي. لا خالص، الموضوع ملوش علاقه بده خالص، تمام. طيب اللي قلل نسبه المايه حوالين البيبي ده، اذا كانت فعلا قلت نسبه المايه حوالين البيبي بكميه كبيره لدرجه انها تضطر انها في الاخر تولد، سواء بدري عن ميعادها اللي هو قبل 37 اسبوع، او تولد قيصري بسبب ان المايه قليله، ان ده من ضمن اسباب القيصريه يعني، غالبا هيبقى التهاب حصل جوه السائل الامنيوسي اللي هو موجود جوه اللي حوالين البيبي، تمام كده. طيب الالتهاب اللي حصل ده وارد انه يبدا ينزل شويه ميه، اللي هي قالت انها كانت بتنقط عليها شويه ميه في فتره الحمل، ده وارد يكون السبب الاساسي. طيب بالنسبه للكورتيزون اللي هي كانت بتاخده، هل هو اثر على البيبي ولا لا؟ لا، الكورتيزون مش هياثر على البيبي في تخليقه ولا في المايه اللي حواليه من الاساس. ليه؟ عندنا كده مرض مناعي، المرض ده اسمه سيستميك لوبس. السيستميك لوبس ده مرض بيجي للستات في فتره الحمل، او هو عندها اصلا وهي اكتشفته في فتره الحمل، عندها من زمان وهي اكتشفته في فتره الحمل. لو عندها من زمان واكتشفته في وهي اول لما عندها من زمان وهي عارفه ومدركه بيه، هي ماشيه على كورتيزون طول عمرها، فاحنا نبدا كورتيزون من اول يوم حمل لاخر يوم حمل، لان ده مرض هيضر جسمها مش هيضر البيبي اصلا، تمام. الكورتيزون مش هيضر البيبي. طيب لو هي اكتشفته في فتره الحمل تاخد الكورتيزون، مفيش منه مشكله خالص. احنا فعليا في بروتوكول بنمشي عليه لشويه عيانين، لبعض من العيانين، مجموعه من العيانين اللي هم بيتكرر لهم الاجهاض المتكرر. الاجهاض المتكرر غالبا بيبقى النسبه الكبيره اللي فيه، الاسباب الاجهاض كتير، الاجهاض المتكرر نسبه النسبه الكبيره اللي فيه اللي هو ورا بعضه، اللي يعني ايه متكرر؟ فاهم حضرتك مهمه، معلومه مهمه. الاجهاض المتكرر يعني اجهاض ورا بعضه بدون حدوث حمل في النص، ده اسمه الاجهاض المتكرر. ده بيبقى الغالب فيه وجود جزء مناعي في الجسم بيهاجم الجنين في فتره تخليقه، تمام كده. فاحنا ايه العلاج اللي بنديه؟ ادويه ليها علاقه بالسيوله، ادويه مثبته، ادويه ليها علاقه بالكورتيزون عشان تقلل من الاثار الجانبيه الخاصه بالظبط كده، تقلل المناعه في فتره الحمل الاولانيه عشان المناعه ما تهجمش على البيبي وتموته جوه الرحم. فبالنسبه للكورتيزون ما فيهوش مشكله. تكرار القصه تاني، ان هي سالت ان هي خايفه ان ده يحصل تاني، وارد يحصل تاني. طيب ناخد اتصال من حسناء. مدام حسناء معايا؟ مدام حسناء عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت دكتور، احنا قعدنا 5 سنين متجوزين، قعدنا 5 سنين وحملت مرة وسقطت، وحملت ثاني وولدت طفلة وتوفت بعدها ب16 يوم. في الشهر الكام ولدت؟ في التاسع. في التاسع؟ سبب الوفاة ايه؟ ما قالوا اللي كان الحجم ضعيف، يعني حجمها كان ضعيف كده، وانا كنت باخد حقن تحت الجلد. حقن سيوله. تمام. طيب ونسبه المايه اللي كانت حوالين الجنين في فتره الحمل كله كانت كويسه وطبيعيه ولا كانت ناشفه؟ كانت كويسه، وقبل المولد باسبوعين قالوا ده المايه نشفت من حوالين. طيب تمام. وبعد كده ما حملتيش تاني؟ لا، عملت اشعه الصبغه. تمام. والدكتور قال لي ده كانت التهابات بس، ولغايه دلوقتي ما حملتش. انا عاملاها دي لي بقيت 7 شهور كده. 7 شهور؟ اه. طيب وعملتي متابعه تبويض؟ كانت بتديني منشطات وتقول لي التبويض حلو الحمد لله. معلش، هو التبويض حلو الحمد لله ده بالمنشط ولا من غير المنشط؟ لا، هي قالت لي بالمنشط. يعني قبل المنشط ما كانش كويس؟ ما قالتليش. ما جربتيش؟ اه، يعني انت اول تجربه ليكي بمنشط على طول. تمام. والمنشط ده برشام بس ولا برشام وحقن؟ كان برشام وحقن. وبرشام وحقن. طيب قولي لي، انت والده قيصري ولا طبيعي؟ لا، قيصري. والده قيصري. طيب والحمل بتاعك حصل بقى من بعد الجواز بقد ايه؟ اول حمل اللي هو سقطت فيه؟ اول حمل بعد الجواز ب2 شهر. تمام. وبعد السقط؟ قعد 2 شهر وسقط، وقعدت سنه وحملت بالحمل الثاني. طيب تمام. والاشعه الصبغه اللي حضرتك عملتيها، الانابيب سالكه فيها؟ فيها التهابات بس، انما الانابيب سالكه. قالت التهابات بس الحمد لله. طيب تمام، هرد على حضرتك. احسان، شكرا على اتصالك يا مدام حسناء. وتابعي من خلال الشاشه، وناخد اتصال من استاذ وائل. معايا استاذ وائل؟
ايوه فندم. اتفضل يا استاذ وائل، معاك الدكتور محمد. ايوه فندم. دكتور محمد اسالك سؤال بحضرتك. اتفضل. حضرتك المدام يعني كانت مركبه وسيله اللي هي اللونه بقى لها 7 سنين. تمام. فربك سهل الحال يعني ايه، رحت عملنا شويه تحاليل كده بالصدفه عادي، فبتقول الدوره متاخره، فخلت الدكتور بتاع التحاليل ايه، التحليل عمل لها الحقيقه اللي ده في حمل. تمام. فروحنا للدكتور ايه، فقال لي يعني ايه نشيل البتاع الشريط عشان لو في اي حاجه حاجز ولا حاجه للشريط ايه ده. انا قلت له يعني في حته ايه، الدكتور عارف ان صحتك متابعها من زمان، عارف ان صحتك بعدنا يعني. فربك سهل الحال حضرتك، فقال لي لابد تشيل الشريط عشان لو في اي حاجه، عشان ننزل اي حاجه كده ايه بدري بدري كده. حضرتك حضرتك تقصد يا استاذ وائل ان هو ينزل الحمل نفسه؟ الحمل، لان هو الدكتور كان متابعها، كان عايز يعمل لها ربط انها في حته تعبانه جامد ومش فيها زي دي. تمام جامد. تمام فاهم. كان حضرتك كان ولدت في المستشفى العام عشان يعني بعيد عن مسؤولياته وكلام من دي. فحضرتك لما نزلنا كده، نزل اللي كان ايه جوه وحاجات من دي بعد شيء اللولب، لما نزل منها وجبنا قال يا جماعه في التهابات السنه ايه فتره جبنا شهر ولا حاجه عشان اللولب يعني ايه مكان الالتهابات والكلام ديت عشان نركب اللولب نضيف تاني. تمام. ركبنا حضرتك اللولب يعني قبل ما نركبه بشويه كده بايام بسيطه. راح بنعمل ايه؟ جلسه الدوره متاخره، قلت لها تاني متاخره لقينا في حمل تاني بعدها بايه بحوالي شهر شهر ونص. طيب هو الحمل الاولاني كان في قد ايه الاول؟ حضرتك يعني ما كملش كام، ما كملش 30، ما كملش 25 يوم. حضرتك بعد ما شلت اللولب عملت سونار؟ عملنا سونار ايوه حضرتك، بس ما بانش فيها، رحنا عملنا التحليل بينه. يعني بعد ما شلت اللولب، بس عشان الموضوع ما يبقاش فيه لبس، بعد ما شلت اللولب عملت حاجه تثبت ان الحمل اللي جوه نزل؟ ايوه يا فندم نزل. ايوه نزل. نزل ده اللي قاله الدكتور لحضرتك. انا بتكلم في ان حضرتك شفت حاجه فعليا قدامك سونار بيقول ان الرحم فضي او كيس الحمل ما بقاش موجود. ايوه ما احنا كشفنا كده. ايوه تمام. فحضرتك جه حمل ثاني بعدها بكام يعني مش حوالي شهرين، شهرين بالظبط. تمام. جه حمل ثاني برضك تاني، فاحنا يعني ايه اداها بتاع علاج وكلام من ديت عشان عارف صحتها برضك. قال يا جماعه دي ما ينفعش والدكتور وكلام من ديت. حصل بقى اللي حصل وخلاص. رحنا خدنا بعض العلاجات اللي هي المستورده الشرايط الغاليه اللي بيقولوا عليها دي سيتوتوك وكلام اشكال ياما اسماء ياما. 30 يوم يا دكتور خلي بالك حضرتك، خدنا العلاج وجينا عشان ايه، قال يا جماعه هو نزل دم ونزل حاجات من دي، قال هنعمل تنظيف بقى ليه كده مش نافع، هنعمل تنظيف. رحنا نعمل يوم التنظيف لقينا النقط اشتغل. تمام. يعني احنا استحرمنا بظروف اللي زي ديت، وقلنا خلاص نتكى على نفسنا شويه ونقول يا رب ربنا يصلح الحال من امر السلام. حضرتك عايز تطمن ان البرشام الرخيص ده ما بيعملش تشوهات؟ ما بيعملش اي حاجه تشوهات ولا حاجه. وبعدين حضرتك دلوقتي ماشيه في الثالث، في الثالث دلوقتي. في السادس؟ الثالث. في الثالث. الثالث بس جسمها زي زياده جامده حضرتك، وعلى طول بتحس بالام. فانا هي كل شويه تقول انا عايز اكشف، اقول لها بعيد عن المستشفيات اللي هي بالذات وقت الكورونا ديت عايزين يعني ايه نتجنب، وما احنا على قد ما نقدر يعني. طيب حاضر هرد على حضرتك اقول لك تمشي على العلاج ايه وان شاء الله خير. ماشي يا فندم. وهي لما قلت بتتكلم يعني هي عندها شرخ وكلام من ده، فاقول لها خدي بنادول. هو معلش بس الحاله بتاعت المدام اللي حضرتك بتقول انها حالتها الصحيه ما تستحملش الحمل، سبب الحاله الصحيه اللي ما تستحملش الحمل ايه؟ ايه المشكله الاساسيه اللي عندها اللي بتخليك رافض انها تحمل؟ طيب الاتصال اتقطع. ناخد اتصال من ام ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيكي. بس الاسئله بقى انا حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي معايا يا ام ياسين. لو سمحت يا دكتور، انا دلوقتي اختي متجوزه بقالها سنه ونص. تمام. هي حملت بعد ما اتجوزت بشهرين، وقالوا الحمل ضعيف، ان هو ان الرحم عباره عن يعني زي كف اليد كده معوج مش فاهمه. فهي ولدت في الشهر السابع والطفل نزل صغير ومات. لها 40 يوم هي حملت، وبرده قال لها لازم نعمل ربط. وبعد ما عملنا ربط برده الرحم قال كل ما هي ما الطفل بيكبر العيل الرحم بيضعف ممكن ينفجر. وولدت فعلا في الشهر السابع يعني اخر السادس، والطفل مات برده. فممكن اعرف يا دكتور يعني ايه الحل؟ طيب حاضر هرد على حضرتك. طيب تابعي معانا. طب ممكن اسال سؤال ثاني معلش؟ اتفضلي. انا بقى وانا كنت انا برضه حامل في وولدت طفل، بس قبل يعني انا عندي حساسيه على صدري، وفي الشهر التاسع او اخر الشهر الثامن كده تعبت في صدري وخدت كورتيزون، وولدت الطفل قال له ان الميه ضعفت خالص من حواليه. ولدته في الشهر التاسع في اول التاسع، ودخل الحضانه بالتهاب رئوي. فقال يا دكتور هو قعد 40 يوم في الحضانه، فهو غلط عليه بعد كده؟
هو عنده قد ايه دلوقتي؟ هو عنده دلوقتي 6 سنين. عنده حساسيه على صدره يعني؟ كان عنده حساسيه على صدره. يعني بيجيله فترة اللي هي الفترة ظهور الحساسية اللي هي مثلا فترة الشتاء بيجيله التهاب شديد في صدره او فترة لا الربيع؟ لا 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 هو صغير بس لما كبر الحمد لله وخف خلاص واختفت مش كده يا مدام؟ الحمد لله. طب خلاص يا موسين هو كده خلاص خف، هي الحساسية زي ما جات لك كده جات له الفترة دي وبعد كده هو خف خلاص يعني مش هتجيله تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور وهرد على سؤالك الاول. شكرا يا ام ياسين. تابع معانا من خلال الشاشه سؤالك واجابه على سؤال اختك ان شاء الله. نرجع تاني يا دكتور محمد وعندنا يعني مجموعه اسئله نمر عليهم مرور سريع كده، بس هنرجع بقى لمنى اللي كلمتنا من جنوب سيناء كان ليها جزء تاني من السؤال انها ولدت اول مره قيصري، هل ممكن وكان مر عليها 3 سنين طبيعي بعد كده؟ شوف حضرتك انا كل واحد ليه مبدا في الدنيا دي. انا مبدئي ان ونيفر سكشن ايفر سكشن خلاص طالما اتفتح بلاش ايه الفايده؟ على فكره اساتذه كبير جدا كتير جدا يقول لك لا ليه طب ما نجرب الله ما تولد عدى عليها 3 سنين ما كانت خياطه لا عدى عليها 3 سنين خلاص الخياطه خلاص في ناس فعلا بتقول فعلا على روح حضرتك حاجه او احنا لما بنفتح بعد سنتين ثلاثه من القيصريه بتلاقي الرحم طبيعي بس مش طبيعي بنسبه 100% زي ما شفت اول مره لا 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 الخط بتاع الجرح بتاع القيصريه انت بتشوفه بعينك لما بتفتح وتشوف الرحم الخط بيبقى باين واضح طبعا ما باين للدكتور اللي عنده خبره اللي فتح شاف قبل كده 40 30 حاله قبل كده فشاف وعارف يعني ايه يعني ايه خط قيصريه قديم ورحم جديد لسه ما اتفتحش مع الطلق طبعا مع الطلق وارد انه ده ينفجر. طب ينفجر ده يعني ايه بقى عشان نجيب خلاصه الموضوع يعني ينفجر ده يعني البيبي خرج من الوعاء اللي ربنا خلقه له لوعاء تاني خالص وهو البطن عموما تجويف البطن ده معناها ان البيبي هيموت لان البيبي عايش حوالين ميه ما بيعرفش يعيش من غيرها غير لما ينزل الام نفسها هتعرض انها ممكن تشيل الرحم غير ان هيبقى في نزيف داخلي وممكن لا قدر الله الام تتوفى يعني مخاطر كبيره جدا احنا مخاطر في غنى عنها حاجة. عشان ايه عشان نقول الطبيعي فهي ولاده بولاده وطالما بدات نيجي للكلام الصح بقى هو ايه اللي خلانا ولدنا قيصري في الاول الاسباب اللي ولدت فيها قيصري غالبا هتبقى بنسبه 80-90% ان البيبي ان الرحم ما اتحسنش كان في طلق والطلق ما فتحش عنق الرحم هي كانت بتقول ان الميه نشفت حواليها او الميه نشفت طيب تمام يعني وارد ان الميه دي بالكورتيزون تمام وارد ان الموضوع ده يتكرر تاني تمام طب لو اتكرر تاني وولدنا طبيعي البيبي ده هيموت من غير انفجار رحم بقى خلاص ليه لان الميه البيبي حواليه قليله فكل ما تزنق على البيبي بالطلق اكتر كل ما الاكسجين هيبقى نقول سلامتها اهم وخلينا في مبدا السلام تمام نجاوب على السؤال اللي بعده السؤال الثاني محمد بيسال هو كان او اي شخص يعني كان تعافى من ال هو طبعا يعني من قال لا اعلم فقد طبعا الموضوع ده موضوع ريسنت جديد حديث محدش يعرف حاجه وبعدين يعني بعد اذن حضرتك يعني كان في اليابان اكتشفوا حالتين تم التعافي منهم ورجع لهم تاني وبعض الناس بتقول ان ممكن يصاب بفيروس متطور يعني عادي فالله اعلم ربنا يعافيه يعني ويعافي المسلمين كلهم طيب كان في اتصال تاني من وائل كان بيتكلم على الموضوع اللولب والمدام تمام بص هقول لحضرتك حاجه ايا كان اسم البرشام ايه المسمى اللي هو قال عليه مستورد او غيره ايا كان هو ايه هو البرشام مسؤول ان هو يعمل انقباض في عضله الرحم فيبدا يلفظ الجنين او الكيس اللي جوه الرحم او في التاسع بيدوه عشان يبدا يفتح عنق الرحم ويعمل طلق اولاد طيب تمام هل البرشام ده بيعمل تشوهات في الجنين بيعمل طيب البرشام بس بيعمل تشوهات في الجنين لا في ادويه كتير جدا 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 ممكن ليها اثار جانبيه تعمل تشوهات في الجنين بس البرشام ده فعليا لما تقرا حضرتك النشره بتاعته وهو المفروض اي دكتور اي مريض في الدنيا يجيب دواء لازم يقرا النشره الاول لازم هتلاقي عده تشوهات لا حصر لها يعني جنين مشوه 100% طيب اقول لحضرتك بقى بالايه بالخبره تمام ما شفتش انا كده فعليا ما شفتش كده خالص ما حصلش يعني فعليا ستات كتير جدا بيحاولوا في اول 3 شهور ان هم منهم لنفسهم ينزلوا لاي دكتور صيدلي يعرفوه معلش اديني بس ده اصل انا ايه فيا وجع والدكتور قال لي بتسقطي فادهوني ولذلك الصيدله دلوقتي الدنيا اتغيرت فما بقوش يصرفوا الدواء ده غير بروشتة انما زمان ما كانش فيه الكلام ده فكانت تاخده وتقعد تسف منه سف بشرايط زي ما هو قال حضرتك كده خدت 30 برشامه وما عملش حاجه لسبب مهم ان الحمل سليم الحمل سليم البرشام مش هينزله عشان الحمل ينزل لازم عمليه كحت لان البرشام ده عامل مساعد عشان ينزل الحمل عمره ما يسقط بني ادمه عمره ما يسقط حامل غير لو الحمل اصلا ضعيف ده يعني اللي هو استعجال عن امر ربك ده الاستعجال هو الحمل هينزل بس انت اصبري يعني انت لو صبرتي مش هتاخدي
مش هتاخدي الاسم اللي انت عملتيه بان انت خدتي البرشام. هو كان هينزل بعد اسبوع 10 ايام لوحده لان هو ضعيف. هي استعجلت بالبرشام وعايزه تسقط نفسها. طبعا ارتكبت اثم. نقول لها اصبري الصبر لان الخير هو ربنا شايفه. بس تتابع لان لو نسبه التشوهات اكتر نتابع. هو قال معلومه مهمه قال انها في الشهر الثالث. وهو ده سؤال مهم. النبض ابتدى غير كده. لا الشهر الثالث مش هيبان قوي القصه. غير ان احنا هنبدا نقيس حاجه اسمها عظمه الافه. دي ليها مقاسات معينه في السونار عشان نبدا نقول ان في تشوهات ليها علاقه بالجينات الوراثيه ولا لا. يبتدي يظهر من الخامس يا دكتور. تمام بالظبط كده حضرتك. من اول الخامس يعني. بدايه من الخامس لغايه نص الخامس لغايه اول السادس. تمام. طيب هناخد بقى عشان وقت الحلقة بتاعتنا خلص النهاردة إجابة لأم ياسين ليها ولأختها. تمام. اللي هو تشوه الرحم اللي بيؤدي إلى الوفاة. وبالنسبة هو عامة الإجابة هتبقى سريعة يعني. تفضل. هي لأختها للأسف إن الموضوع ده مش هتصلح. إلا إذا الأمل الوحيد اللي هو الحقيقة ده حاجة عشان نديها بس إيه بارقة أمل لأن هي وارد يكون ده صح. إن يكون عندها حاجز رحمي. هو طبعا ده مستبعد لأن أكيد الدكاترة اللي هي قعدت عليهم عملوا لها سونار. بس وارد برضو يكون ده غفلوا عنه ان يكون عندها حاجز رحمي. حاجز رحمي ده حاجز جوه الرحم ممكن يقسم الرحم نصين. نصين بالطول او نصين بالعرض. تمام. او رحم ذو قرنين وده قاسم جزء من الرحم ومصغر المساحة اللي ربنا خلقها طبيعة عشان البيبي يكبر فيها. فأم ياسين اختها يعني المفروض انها تعمل منظار رحمي. منظار مهبلي مش منظار من على البطن. منظار مهبلي ده مهم جدا 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 في تشخيص حالة اختها. لو في حاجه زراحه يبقى ربنا كرمها اخر كرم لانه هتشال وهتعيش حياتها بعد كده طبيعيه كانثى عاديه وتحمل حمل طبيعي وتالت في التاسع. لو مفيش بقى والرحم نفسه ربنا خلقه رحم طفيلي اللي هو رحم الصغير يعني للاسف في الطب لسه ما فيش حاجه وصلت لها يعني. تمام. سريعا بقى لان فعلا يعني تمام. خلاص الوقت خلص. ابن بقى ام ياسين اللي خايفه عليه وهو عنده 6 سنين. هو خف يا دكتور خف. اصل هي حساسيه زي على فكره في سؤال برضو لواحده من السيدات اللي اتصلوا ليها علاقه بان البيبي جاله حساسيه اللي هي جت لها بياخد كورتيزون. هي حاجه ليها علاقه بالوراثه. وهتلاقي لو هي دورت في شجره العيله هتلاقي حد عنده حساسيه مزمنه. بس عاده الاطفال بيخفوا بعد فتره. والام واي يعني ام بتقلق على اولادها وبيبقى سلامه اولادها وان شاء الله مطمنك ان يعني ابن حضرتك هيخف ويتعافى ان شاء الله. كلام حضرتك جميل ربنا يبارك. وان شاء الله نشرف باستكمال مره اخرى الحوار مع دكتور محمد عاطف. شكرا جزيلا دكتور محمد. شكرا عاطف. اعزائي المشاهدين بنشكركم على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.